من كييف ينضم إلينا مراسلنا علي رباح، ومن موسكو مراسلنا محمد حسن. أبدأ مع علي في كييف. في خبرنا السابق علي تحدثنا عن أن كييف أصبحت غرفة عمليات كبيرة مليئة بالسلاح المتطور للغرب، أتسع من ما ربما كان منتظرا فيه شيء ما، لكن هذا لن يحدث على قول الروس. وفي ظل الحديث الروسي الصريح والواضح عن احتلال الجنوب هذه المرة وعدم الخروج منه أبدا، هل كيف تستعد للتحرير أم تستعد للتعامل مع أمر واقع وقبول أنها أصبحت جزءا من الغرب لكن مع أراضي محتلة؟ بالفعل نضال، يعني هناك قناعة في كييف بأن الأسلحة المتطورة التي وصلت إلى أوكرانيا وإلى الجيش الأوكراني في معظم الجبهات قادرة على تغيير موازين القوى، خاصة أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي أكد اليوم بأن الحرب طويلة وبأن ماريوبول لن تسقط وبأن المقاومة ستطول. إذا ما ذهبنا اليوم إلى الميدان سوف نرى تقدم للقوات الأوكرانية بطبيعة الحال بحسب هيئة الأركان الأوكرانية. في خاركييف شمال شرق البلاد تحدث الجيش الأوكراني عن استعادة السيطرة على 6 بلدات، وهذه البلدات نضال تم السيطرة عليها من قبل يوم دخلت روسيا أو غزت روسيا أوكرانيا، وبالتالي بعد 2 شهر من احتلال هذه البلدات بحسب وصف الجيش الأوكراني بطبيعة الحال. الجيش يرى أن هذا انتصار عظيم وكبير طبعا بحسب أيضا الإعلام المحلي. إذا ذهبنا أيضا إلى جبهة خيرسون وميكولايف، اليوم تحدثت هيئة الأركان عن قصف روسي على بعض المواقع والبلدات بعد الانسحاب منها، وبالتالي هناك أيضا تقدم للجيش الأوكراني على هذه الجبهة، علما أن الجيش الأوكراني كان على قناعة بأن روسيا تستعد أيضا لاستفتاء في خيرسون، ولكن على ما يبدو بأن تقدم الجيش الأوكراني في بعض البلدات وربما ازدياد هذا التقدم في الأيام القليلة المقبلة قد يعني يعيد روسيا عن هذا المخطط دائما بحسب طبعا الجيش الأوكراني. إذا ما ذهبنا أيضا ميدانيا اليوم إلى الجنوب، بحيث تحدث طبعا مسؤول روسي بأن الجيش الروسي يستعد للبقاء في الجنوب. اليوم كان يتحدث الرئيس زيلينسكي عن موضوع أزمة الغذاء عالميا بسبب هذه الحرب، وهو كان يقصد هنا بحسب طبعا الجميع من الكثير من المحللين بأنه يقصد موانئ البحر الأسود تحديدا. هو يعلم بأنه خسر ميناء على بحر أزوف وبالتالي طبعا ماريوبول، وبالتالي هو يحذر الغرب من سقوط موانئ أوديسا طبعا والمدن على بحر الأسود، علما أن هذه الموانئ حتى هذه اللحظة هي محاصرة من الجيش الروسي، ولكنه يخشى فعليا أن لا يكون هناك ممر بحري. لذلك هو طبعا هناك قناعة أيضا لدى كييف بأنها بدت جزءا من الغرب، هي تقوم بما يعني بكل الإجراءات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ولكنها تقاوم كما تقول حتى اللحظة الأخيرة لاستعادة الأراضي بطبيعة الحال، الأراضي التي احتلتها الروس كما يصف الجيش الأوكراني. ومن الواضح أيضا نضال بأن المفاوضات يعني باتت أقله بخبر، كان أقله من حيث الممارسة إن صح التعبير. الجميع يراهن، وإن كانت التصريحات تؤكد على ضرورة هذه المفاوضات، ولكن الجميع أيضا يراهن اليوم على الميدان لفرض أجندات مقبلة في المفاوضات. نعم نضال. نعم. محمد، 9 مايو إذن ليس موعد إنهاء العمليات كما يعني ينفي ذلك الروس رسميا، لكنه ربما يكون موعدا للحشد ومزيد من الدعوة إلى الثقة في الجيش الروسي والتباهي بإنجازاته. لكن الاستراتيجية الروسية في أوكرانيا أظهرت نوعا من تغيير التكتيكات وتغيير حتى الأهداف الكبرى، من السيطرة على كييف إلى الخروج ثم السيطرة فقط على الشرق، الجنوب لم يكن في الحسبان لأن أصبح موجودا. يعني هل هذه التغييرات مقبولة لدى المواطن الروسي الذي ينتظر إنجازات من جيشه ويستعد ربما للاحتفاء بها في 9 مايو؟ نعم، في الواقع الشارع الروسي تقليديا وليس فقط في الأعوام أو العقود حتى الأخيرة دائما يضع مستقبل بلاده بيد القائد، سواء كان القيصر في روسيا القيصرية أو سكرتير الأمين العام للحزب الشيوعي في الفترة الشيوعية أو مؤخرا في عهد بوتين. القرار ليس قرار الشارع وإنما قرار
الرئاسة وأصحاب القرار في روسيا، هكذا كان تقليديا. لا توجد تلك المؤسسة، مؤسسة مشاركة الفرد في القرار السياسي الروسي. فيما يخص الخطة العسكرية وأهدافها كما تفضلت عن، فعلا هناك حسب الكثير من المراقبين تتغير الخطة العسكرية مع تغير المستجدات، ولكن إذا عدنا إلى الأهداف التي أعلن عنها رسميا وهي تحديدا نزع السلاح الأوكراني أو نزع أوكرانيا من السلاح، فهذا ما تسعى إليه حتى الآن، ولكن ما دام الغرب يمول أوكرانيا بالسلاح أو يزود أوكرانيا بالسلاح هذه المعركة ستطول، هكذا قال المتحدث باسم الكرملين قبل أيام. من الأهداف الأخرى كان موضوع عدم، أو هو الهدف الرئيسي، عدم دخول أوكرانيا في الناتو. سابقا قبل بداية هذه العملية العسكرية كان الحديث عن أن أوكرانيا حرة بدخولها إلى الناتو والقرار هو قرار أوكراني سيادي. الآن مع هذه الأوضاع العسكرية الراهنة دخول أوكرانيا إلى الناتو حسب الكثير من المراقبين أمر غير وارد على الأقل في هذه الحالة. هذا الموضوع دخول أوكرانيا إلى الناتو في مفاوضات اسطنبول في 29 من مارس الماضي تم التطرق إليه أن أوكرانيا لن تدخل إلى أي حلف عسكري، ولكن فيما بعد حسب الإدارة الروسية تراجع المفاوضون الأوكرانيون عن هذه النقطة، ما دعا الخارجية الروسية الرئاسة الروسية للحديث بأن الوفد المفاوض الأوكراني ليس جاد بمواقفه والمفاوضات لا تتقدم أبدا. هذه من الأهداف الثانية أو الأهداف الرئيسية. من غيرها من الأهداف أيضا التي أعلنت موضوع القرم، موضوع حماية الدنباس تحديدا لوغانسك ودونيسك. هذه الأهداف أو على الأقل دائما يتم تكرارها في الإعلام الروسي يتم تحقيقها، ولكن الأهداف الميدانية أو الحراك الميداني فعلا يتغير مع تغير المعطيات، وهذا أمر أيضا واقع وموجود ويتم يعني التطرق إليه دائما. أشكرك شكرا جزيلا محمد حسن مراسلنا من موسكو، وشكرا أيضا لمراسلنا علي رباح من